السؤال الذي يطرحه اليوم المواطن العراقي، إذا ما تم حظر الأحزاب المسلحة من يبقى؟ من يبقى حقيقة؟ يعني أنا أعتقد يعني هذه مو فقط بالدستور موجودة، هذه أيضا بالمادة 36 قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 أكد بأنه عدم إعطاء فرصة للأحزاب أن يكون عليها أجنحة مسلحة، وأيضا أكد على وجود رقابة على مالية هذه الأحزاب، وأكد على عدم وجود أجندة هذه الأحزاب بالدول الخارجية. أعتقد ضعف السلطة التنفيذية وتغول القوى المتنفذة التي لها أجندة لها فصائل مسلحة هو السبب الأساسي في عدم تفعيل هذه المواد في الدستور وفي قانون الأحزاب. الخلل الأساسي بالسلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية مع الأسف هي متكونة من هذه الأحزاب التي لها فصائل مسلحة. وأنا أعتقد يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين يعني كل إحنا عرفنا بأنه هذا الدستور مهلهل، هذا القانون قانون الأحزاب مهلهل، هذه السلطة التنفيذية مهلهل، عندما الأحزاب السياسية تتصارع فيما بينها وعندها بي كي سي وعندها قذائف وعندها مدافع وعندها أسلحة متوسطة، والسلطة التنفيذية وقوات المسلحة متفرجة. عشنا يعني كذبة كل احنا اكتشفناها كل نعرفها، بس الآن أصبحت على الملأ معروفة بتقدير حتى هذه الانتخابات تكون بالفعل انتخابات نزيهة عادلة متكافئة للجميع. يجب أن تحتكر الأسلحة من قبل الحكومة فقط، من قبل الدولة فقط، وتجريد كل القوات المسلحة وقوات الحشد والفصائل الأخرى من سلاحها التي ترتبط بأحزاب سياسية، إن كانت سرايا، إن كانت حشد، إن كانت قوات في وزارة الداخلية. كل إحنا نعرف طبيعة تشكيلات وزارة الداخلية، وكل إحنا نعرف تشكيلات الحشد الشعبي، لكن بالأخص القوى المدنية هي الحلقة الأضعف، هي اللي تعتقد بأنه ما ممكن قيام انتخابات حقيقية، وهؤلاء مسلحين، هؤلاء عندهم الأموال، هؤلاء مسيطرين على السلطة التنفيذية، ولهذا تحس عزوف الناس على المجيء للانتخابات.